اليوم الحمد لله بحضور 17 سفير و 19 دولة حاضرة في هذا اللقاء. احنا كرئيس الكونفدرالية حبيت نعرف المنتوجات يعني الجزائرية في إفريقيا، وعلينا نتبعوا في برنامج رئيس الجمهورية، وإن شاء الله بعد رمضان راح يكون لنا مع 50 رجل أعمال. راح نحول كينيا، عندنا السنغال، كوت ديفوار والكامرون. إنها فرصة مهمة جدا لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، مهمة لنا لنتقاسم ونتبادل المعلومات حول ما ننتج وما ينتج الآخرون. نحن هنا لنتعلم ونبرز بأن إفريقيا تنتج الكثير من المنتجات القيمة. نرحب بهذه المبادرة التي تجمع إفريقيا. الجزائر وإفريقيا سوق مهمة لزيمبابوي.